كريس كريس يا اهلا وسهلا. بيانو؟ ايه بيانو. ايه منين؟ كيف؟ تعرفني ما بلبس مجوهرات، فبعد طقم الالماس. هات شو؟ هذا يعني بيك اب، بس يعني بس ما عاد له لازمه. اكيد له لازمه. شكرا حبيبي. امانه لا تزعل مني. لا انا ما زعلت، بس يعني استغربت انه قديش مباح معك الطقم. قديه حقه؟ بيانو بقي 25,000. وانا شو دخلني؟ ليش عم تعطيني اياهم؟ مشان نشتري هذا البيت. انا بالاجار دائما بحس حالي مهدده وماني مرتاحه. طيب ماشي، رح اسعى اشتري. لا طبعا رح اسجله باسمك.